كثير من العادات والطقوس كانت مشهورة فيها دمشق، وكل حي كان له عاداته الخاصة. اليوم رح نسترجع الزمن لورا شوي ونحكي عن حي ساروجة لنحكي عن عادات وطقوس العيد بهيدا الحي مع عضو البيت الدمشقي الأستاذ هيثم الفحل. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية ما في أحلى من العيد طبعا. وخاصة بالشام وبحواري الشام بعادات وتقاليد الشوام. اليوم خلينا هيك نحكي ونتعرف عن أهم الطقوس يلي بنعملها نحن كعائلة ساكنين بدمشق، كان من قبل وهلأ بعدنا مستمرين فيها. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وسوريا بألف خير. رح أبدأ من أرجع شوي لقبل نص ساعة أو ساعة أو ساعتين. الحقيقة نحن ما نمنا لهلأ لأنه اليوم ليلة العيد ما حدا بينام فيها، يعني بيكون عنا البداية بتكون بتنظيف المنزل، الاجتماع الأسري، موضوع الحلو. يعني اليوم مثلا أولادي كانوا عم يساووا حلو، بسبب الظروف الحالية اختلفت الكمية، اختلفت المواد. يعني بس مثلا بعده يعني بنحكي عن دقة العجوة. تمام، بدي أكمل لك. اليوم مثلا جابوا عجوة بدال مثلا بجوز الجوز الفستق الحلبي يكون غالي شوي، جابوا عجوة واشتغلوا حبوا يعملوها فكانت حلوة كثير. حتى اليوم يعني أنا الله يسلم لكم أحفادي، في واحد زائل، عندي حفيدين لبنتي ولابني، زائل انه ما معه المخباطه تبع المعمول. القالب بعدهم محافظين على القالب الخشبي. تمام، احنا جبناه اكيد. ليش هو معه مخباط انا ما معي مخباط؟ راحت امه اشترت له مشان يعملوا. شوفي نحن ورثناها للاجيال، عم نورثهم العادات الحلوه. خلصنا من المعمول، اللي معمول العيد عنا نحن لازم بهالسهره الطويله، يعني سهره الوقفه ولا سهره الوقفه سهرة ليلة الوقفة، كمان لازم نروح على الحمام. نحن عنا حمام الحي، يعني حمام الورد، نجتمع فيه الحبايب. فمبارح كانت مصادفة انه قبل ما نجي كان عنا أمسية ليلة العيد، أمسية هيك لأصدقاء التراث. نحن أصدقاء التراث انطلقنا من شيء اسمه المحبة بتجمعنا. يعني الأستاذ عدنان تنبكجي هو يعني هو الإداري بفريقنا، أطلقنا شعار المحبة بتجمعنا. قال نحن اللي بيحبنا يجي ويجي يشتغل. فتفاجأنا أنه المحبة نجحت العمل كثير، عملنا أمسية رائعة جدا رائعة جدا. كلياتنا يعني كل واحد عم يقدم الحلو اللي عنده. يعني عنا منشد قدم إنشاد جميل ليلة العيد، منشودة حلوة كانت. عنا تصوري متلازمة الحب كانوا معنا. نحن يعني كنا من فترة مع متلازمة الحب، كان عندهم حفلة فرحنا نحن وياهم. صدقيني من كثر ما حبونا هدول صار قيمه محبتهم، صار يجيبونا الاكل من امه مثلا، الاكلات اللي حاطط له يجيب لنا بده يعطينا اياها. عملنا لهم حفله تراثيه بلباسنا، حبوه كثير لللباس التراثي كثير حبوه. نحن كمان عندنا من ضمن فريقنا التراثي بنعمل هيك نهفات. عندنا فريق يوميات ابو كامل وابو رياض وابو حسان، بنعمل شغلات هيك فيها محتوى، بنقدم محتوى يعني محتوى مثلا عيرني كتفك ما حدا بيعرفها. عملنا حلقه عن عيرني كتفك انه نحن ليش هذا الوقت بنمشي بحارات الشام نلاقيها مسقوفه فيها قواص. حكينا عملنا حلقه تمثيليه انه انا بدي جوز ابني يا ابو حسن عيرني كتفك، اعطيني الحيط تبعك مشان انا مد عواميد وجوز ابني فيها. فنحن وصلنا محتوى تراثي وعادة تراثية قديمة وجميلة، وصلناها للمشاهدين بإطار كوميدي. جيرة عن جد، جيرة شغلة رائعة. وبنفس الوقت بانتشار السوشيال ميديا اليوم بيفتح الواحد عم يشوف في تشويه للثقافات، عم يشوف حلقات متفق عليها. يعني في شغلات يعني وقت بيكون هدفها الربح المادي بتفشل. نحن ما عنا اي غاية انه يكون في ربح مادي، نحن عبارة عم ننقل تراثنا ومحبتنا لهذا التراث عم ننقلها. خلصنا الحفلة بالحمام، عملنا اكلة هيك بسيطة، يعني هي بالخرب بندورة بس هي بالمحبة، بالضيافة، بالدبكة، بالأهازيج الشامية الحلوة. عنا كمان مسرح خيال الظل من ضمن الفريق التراثي. نحن قدمنا لوحة وكان عنوان اللوحة أنه يا أبو كامل لا تبيع البيت العربي. وصلنا فكرة أنه هذا البيت العربي بيت النارنجة، بيت البحرة، بيت اللي ربينا فيه، بيت العيلة اللي ربينا فيه وتعشقنا بحيطانه بياسمينه بكل تفاصيله. وصلناها ففي أحد الناس اللي عم يحضر العرض وهو مشارك معنا، هو منشد معنا، صار يبكي
صاروخ يتذكر انه ابوه او جده باع البيت العربي. خلصنا الحفله، خلصنا هيك الاحتفاليه مع الاصدقاء مع الحبايب، خلصنا الاحتفاليه، صار عندك هون شغلتين بدمشق بدك تفيق على صلاه الصبح. صحيح. وانت منهب، مو بس صلاه الصبح، في شغله جديده صلاه العيد. صلاه العيد 6 و10 هي حلوه هي كمان. اذا بدك تنام يا بدها تروح عليك صلاه العيد يا بدها تروح عليك صلاه الفجر. فأملنا بعضنا يعني يا شباب اللي سهران خليه فيقنا، فانا صلينا الصبح بعدين رحنا على صلاه العيد. صلاه العيد كثير كثير جميله جميله، يعني اللي بحكي غير الواقع، جميله لانه بتروح بتشوف التهليلات تكبيرات العيد الله اكبر. انا الصراحه مأمن بناس يفيقوني على صلاه العيد، ما حدا دق لي كانوا نايمين، بس مين فيقنا؟ فيقنا المنشد، منشد الحاره هو مؤذن نفسه، فيقنا على تكبيراته كان مقوي الميكروفون الله اكبر. فقت يعني مبسوط، لقيت العالم كلها رايحه، فتنا حضرنا هالتكبيرات الحلوه، التكبيرات الجميله، صلاه العيد، نعايد بعضنا. نحن عم نعايد بعضنا بعد ما نخلص، نحن حارات شعبيه، سوق ساروجه حاره قديمه يعني اول. صحيح. حي بني خارج السور، بنروح لعند حدا كبير بالحاره، كلياتنا بنعمل مجلس في انشاد ديني، في دعاء، يعني شيء حلو، بنعايد بعضنا بالحلو بالقهوه المره. وطبعا قبل كل هالطقوس الاساسيات هي زياره المريض. زياره المريض كثير كثير مهمه بالعيد، بنشبر خاطره. يعني عندي حدا بالحاره مسكين يعني صاير معه حادث، هو بسيط هيك ما بيشوف كثير، فشوفي قديش فرحته وقت انت رحت لعنده. هو يمكن انا فرحتي اكبر. صحيح. انا فرحتي اكبر انه انت عم تروح تحس انه عم يدعي لك، يعني عم يدعي لك. بجوز انا اكون عم عاني من وجع من شيء معين، بحس انه الشفاء عنده. الشفاء عنده. زياره المريض اساسيه بي 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 بالعيد، كثير اساسيه. كمان في ناحيه ثانيه يعني من طقوس العيد اللي هي الصلح. اللي بتزعلي كمان احنا اساسي انه بنعمل مجلسنا بيكون انه يا فلان انت عم تحكي مع اخوك، انت متزاعل مع اخوك، حكيت مع اختك. كمان هاي الترابط الاجتماعي شيء مهم كثير. واللي نحن ميزنا عن احياء دمشق كلها او عن محافظات او كلياتنا محافظه واحده بسوريا، ميزنا انه التنوع. اليوم كان عندنا يعني نحن بمجموعنا، تصوري كان شاب معجب ومحب للانشاد الديني، كان مسيحي يعني. شوفي المحبه يعني من باب توما. اليوم عندنا باب توما، عندنا حاره الجوره، من كل الاطياف. يعني هي سوريا، التنوع السوري، هذا التنوع الجميل والتواصل الاجتماعي. سوريا كلها وحده، سوريا كلها وحده. يعني كانت طقوس جميله. هلا انا راح علي طقس شو هو؟ وانا طبعا مكسب لقائكم، كان هو احلى عيد لقائكم. راح علي اني اروح على التربه. راح علي اروح على التربه ان شاء الله بكره. هي صباحيه العيد. هي صباحيه. نحن خلصنا صلاه العيد، واكلنا الحلو وعايدنا بعضنا. اول يوم تلاقي العالم اول يوم العيد، بنطلع من سوق ساروجه من شارع الثوره، والله العظيم السيارات في ناس طالعين بالهونداي، في ناس طالعين على الميتورات. السيارات بتلاقيها معبايه، ما بيفكر الواحد ياخذ وسيله نقل، لانه بيطلع اي سياره بيطلع معها رايحين على التربه. بتروحي لهنيك بتشوفي هالعالم كله رايحه، منظر يعني منظر حلو. وبتلاقي جايبين هالورد، جايبين هالقاس، عم يزوروا الاموات، يعني منظر جميل. لوحه جميله جدا. طيب هون خلينا بس نركز على قصه انه اليوم نحن محافظين، عشنا عادات تقاليد، شفنا جدودنا، شفنا اهالينا، ولكن اليوم عندك جيل، خلينا نسميه جيل التكنولوجيا، جيل الفيسبوك والانستغرام. اليوم نحن اولادنا كيف يعني اوكي بشوفونا، بس بيقول لك ما راح افيق انا الصبح. راح احكي لك تجربتي. خلينا هيك نحكي كيف عم نقدم او كيف عم نورد هيدا التراث والعادات والتقاليد خاصه بالعيد لاطفالنا. تراثنا اللي انا اوردته عن ابي، محبه التراث، محبه القطعه القديمه، انا راح وصله لولادي. بس بيقول لك جيلكم غير جيلنا. هلا تماما. انا عندي ببدا ببيتي، بيت عربي بسوق ساروجا، البحرة النارنجة. جيت بنتي من يعني الله يسلمكم مثلكم يعني من الجيل المعاصر، بنتي كثير بتحب التكنولوجيا الله يسلمك، بعيده شوي عن التراث، بابا شو هذا الراديو القديم؟ بابا شو هذا عم تحط لنا؟ بابا مو عيب جايب مقشه قديمه؟ لك يا بابا شو مقشه؟ هذا تراثنا يا بابا.
بابا شو هذا النحاس؟ هذا بطل النحاس، ما بدك اياها نكبها لك، شو تكبيها بابا؟ انت عملت امسيه تراثيه بالبيت، امسيه تراثيه مع اصدقاء التراث الشامي، نحن كلياتنا محبين ومنفتحين، حتى نحن مطلقين دعوه، مين بحب التراث اهلا وسهلا، بس عندنا شرط واحد، كون مثلنا البيس عربي. لا تجي لانه بتصير بتخالف اللوحه. البيس عربي صار يلبسوا، يعني هلا اجانا اهم طقوسه هي. اجانا ضيف من كندا، اجانا ضيف سوري ومقيم بكندا، اجى دق الباب علي، يعني نحن كانت مفاجاه، فات الان عم نصور حلقه من النافات، اجانا ضيف من كندا. لارجع على موضوع اولادي شلون وصلت لهم الفكره، جبت هالجره القديمه حطيتها بالبحر، جرت المي طلعت المي منظر حلو. أنا بحب صور فيديوهات صباح الخير طبق لها غالي، بنتي صارت تشوفها تعلمت، فأنا فقت لقيتها بكير سابقتني حاملة هالجوال وجايبة الشغلات القديمة، صارت تصور القش وصارت تتصور، زرعت فيها إنه هذا القديم حلو، استغليت نوعا ما الشيء اللي بتحبه. إيه استغليتها. بارح مثلا حفيدي أنا جايب الراديو بدي نطفه، قال لي جدو شو عم تعمل؟ أنا حامل هيك نفاضة صغيرة، قلت له جدو هذا الراديو عم ننطفه، قال لي شلون؟ عم حمل صار هو يعملها. اليوم صارت بنتي تحافظ على الراديو القديم، صارت تحافظ على الصفرطاس، صار يحبوا شغلات شوي شوي بحبوها. يعني انت اول مره يفوت على البيت تلاقيك حاطط له جرن كبه حجر ما راح يقبله، بس وقت عملنا الحفله بالبيت التراثيه وجاء كبار، يعني تصوي نقابه فنانين، نائب نقيب الفنانين اجا، يعني وقت لقوا الاولاد انه هدول المهتمين الاعلاميين، يعني حتى في مذيعين بالتلفزيون السوري كانوا حضرانين يعني الامسيه، وقت شافوا الاولاد انه فيها الاهتمام، وقت شافوا زينة البيت، شافوا اللوحات، صاروا هن يهتموا، قال بابا والله هيك صار بيتنا حلو، خليهم. بالبداية كان ما بدهم، اليوم صار بدهم. أنا زرعت الفكرة بكرة كثير. يمكن اليوم الحفاظ على التراث. ختاما وسريعا، يمكن الحديث لا يمل معك أستاذ هيثم، بس بالختام خلص وقتنا، خلينا نوجه كلمة لكل الناس اللي عم تتابعنا بالعيد، قديش مهم نحافظ على هي العادات والتقاليد وهي الطقوس، واليوم نورتها أساسا لأولادنا، ونحكي عن معانيها وأثرها اليوم. إيه اليوم دائما الموروث التراثي، الموروث الشعبي، موروث بيدعو للمحبة، بيدعو للأخلاق. نحن اليوم كتير بحاجة هالعادات الحلوة اللي كانت زيارة المريض، حتى الأضحية، اليوم وقت حدا عم يضحي لازم يروح لعند الإنسان اللي خلينا نقول محتاج شوي، يجبره بخاطره ياخذ له شقفة اللحمة، يعني كل هاي العادات الحلوة هي كلها مرتبطة ببعضها، مرتبطة ببعضها، اللباس التراثي، العادة الحلوة، اللمة الحلوة، الجمعة الحلوة. اليوم صاروا يقولوا لي الاولاد انه بابا خليهم يجوا ينجدوا عنا رفقاتك بدل ما تروحوا لعند حدا، عم يدخل شيء، عم ندخل ماده تراثيه حلوه حلوه لاجيالنا، ونتمنى نحن تستمر، ولاحظنا انه في لها اقبال وفي لها محبه، يعني في ناس كثير محبين للتراث. نعم ان شاء الله هيك بينعاد عليكم بكل الخير يا رب، وشكرا لحضورك، وينعاد عليك وعائلتك. انتم بالف خير يا رب. اكيد ينعاد عليك بالخير والصحه، وتحيه لكل اعضاء البيت الدمشقي. قديش اليوم حلو نشوف فعليا مجموعه عم تحاول فعليا تحافظ على هيدا التراث وتورثه اليوم للاجيال القادمه. شكرا كثير لك.